أستاذة عائشة دويهي، مجموعة النواب البرلمانيين الأوروبيين أوضحت إذن في المساءلة التي قدمتها لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن البوليساريو لا تتوانى في تجنيد أطفال يتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما وإظهارهم في عروض عسكرية، مشيرين إلى المقالات المعززة بالصور ومقاطع الفيديو والتي تظهر أطفالا يرتدون الزي العسكري يشاركون في استعراض عسكري على التراب الجزائري، مؤكدين أن هذه الصور ومقاطع الفيديو تشهد على الحجم المتزايد والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف بالجزائر. شكرا جزيلا على هذا السؤال. الحقيقة خير داخل الاتحاد الأوروبي كان جد متوقع بالنسبة لنا، خصوصا أن جبهة البوليساريو أصبحت غير محرجة في التحرك وإظهار الأطفال يقومون بتدريبات عسكرية، حتى في يعني الاحتفال الأخير والاستعراض العسكري الأخير الذي قاموا به كان هناك حضور كبير جدا للأطفال في هذا الإطار. وأيضا لا ننسى كيف صدمنا واستنكرنا الأمر يعني مباشرة بعد تنصل جبهة البوليساريو من اتفاقية وقف إطلاق النار، وأيضا تجيشها لعدد من الأطفال واستعمالهم كدروع بشرية وفي عملية الاستفزاز، ويعني أيضا فيما يسمى بعملية المعبر الحدودي القرقرات. أكيد أن تحرك الاتحاد الأوروبي كان منطقي وجاء جد متوقع في هذا الإطار، لأن ما يقع داخل مخيمات تندوف أكيد هو استغلال سياسي وعسكري لأطفال مخيمات تندوف بالدرجة الأولى، وهذا التحرك يعني الذي لا يترك أي غطاء فوقها هو تحرك كان يجب التجاوب معه سريعا لوضع حد لهذه الظاهرة. وأكيد أن تجنيد الأطفال عرف منذ ارتبط منذ نشأة قيام جبهة البوليساريو أكيد، وكلنا نعرف ذلك التاريخ الأسود الذي من خلاله جبهة البوليساريو أولا قامت بتعليق الدراسة بالنسبة لعدد كبير أو فئة كبيرة من الأطفال من أجل إلحاقهم يعني إكراههم على العمل العسكري، وأيضا ترديد أناشيد الحرب وإلحاقهم بالأكل العسكرية، وأيضا لا ننسى وصمة العار الكبيرة جدا والتي شكلت يعني ما يسمى بتشتت أسري هوياتي غير مسبوق داخل المنطقة بإرسال جبهة البوليساريو آلاف أطفال المخيمات إلى دول ما يسمى سابقا بالمعسكر الاشتراكي. هؤلاء الأطفال للأسف خضعوا إلى جانب دراستهم إلى تدارب عسكرية، إلى إلزامية الاشتغال وما يسمى بالعمل القصري، وأيضا إلى الخدمة العسكرية. هذا الأمر يعني هو مرتبط بالجزائر، جريمة ترتكبها منذ نشأتها واستمرت معها خلال تطور واستمراريتها حتى الآن. ما ميز الفترة الأخيرة واستدعى تحرك المنتظم الدولي في بداية من خلال الاتحاد الأوروبي هو أن هذا يعني التجييش غير المسبوق للأطفال، وما نلاحظه الآن من تدارب عسكرية وإشراك الأطفال وتعدد يعني الفيديوهات والأشرطة المرئية حول هذا الحدث كان أمر يجب أن يتحرك له الكل وأن ينضبط له الكل من أجل الحد هذا الأمر الذي ترفع عنه حتى أعرق الأعراف القديمة التي حرمت واستنكرت إشراك الأطفال في أعمال يعني الحربية والعسكرية. نرى الآن جبهة البوليساريو تصر على استعمال ذلك، هي لديها حجة على أساس أن هؤلاء الأطفال تربوا في بيئة كانت بيئة منحت لهم مناخا لكي يكونوا كذلك. هذا الأمر غير مقبول بتاتا. جبهة البوليساريو هي مدانة بالدرجة الأولى عما يقع داخل المخيمات وبإشراك الأطفال، رغم أن جميع المنتظم الدولي القوانين والأعراف هي تحض على عدم إشراك الأطفال في أي عمل سواء بشكل تطوعي أو بشكل إلزامي.